يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حزام بن خالد بن ربيعة في سفر له مع جماعة من بني كلاب نائم في ليلة من الليالي فرأى فيما يرى النائم كأنه جالس في أرض خصبة وقد انعزل في ناحية عن جماعته وبيده درة يقلبها متعجب من حسنها ورونقها وإذا يرى رجلا قد أقبل إليه من صدر البرية على فرس له فلما وصل إليه سلم فرد السلام ثم قال له الرجل بكم تبيع هذه الدرة وقد رآها في يده فقال له حزام إن لم أعرف قيمتها حتى إني لم أعرف قيمتها حتى أقول لك لكن أنت بكم تشتريها فقال له الرجل وأنا كذلك لا أعرف لها قيمة ولكن اهدها إلى أحد الأمراء وأنا الضامن لك بشيء هو أغلى من الدراهم والدنانير قال وما هو قال أضمن لك بالحظوة عنده والزلفى والشرف والسؤدد أبد الآبدين قال حزام أتضمن لي بذلك قال نعم قال وتكون أنت الواسطة في ذلك قال وأكون أنا الواسطة أعطني إياها فأعطاه إياها فلما انتبه حزام من نومه قص رؤياه على جماعته وطلب تأويلها فقال له أحدهم إن صدقت رؤياك فإنك ترزق بنتا ويخطبها منك أحد العظماء وتنال عنده بسببها قربى القربى والشرف والسؤدد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى وكان الثمامة بن سهيل حاملة بالسيدة الطاهرة ذات المآثر الباهرة وأم النجوم الزاهرة فاطمة أم البنين عليها السلام وعندما ضربها الطلق وزوجها في السفر فعندها استدعت القابلات من الكلابيات وغيرهن فاجتمعن حولها في ساعة مباركة وهن في فرح وسرور وبهجة وحبور وإذا بها قد وضعت بأم البنين أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد صلوات صل على محمد أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله